يقول السائل: أنا رجل أسكن في بلد يعتقد أهلها وعلماؤها بأن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان، وعندما جئت إلى العمرة قابلت بعض أهل السنة والجماعة وحدثتهم بما أسمع وأعتقد، فأنكروا علي وأخبروني بأنها عقيدة وحدة الوجود، وأنا الآن في حيرة من أمري، فبينوا لنا الصواب بالأدلة جزاكم الله خيرا. هذه ليست عقيدة وحدة الوجود، هذه عقيدة الحلولية. عقيدة الحلولية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان، وهذا القول كفر. عقيدة الحلولية كفر بالله عز وجل، لأن الله جل وعلا فوق العرش وفوق السماوات، عال على خلقه سبحانه وتعالى، كما في الآيات والأحاديث والفطر السليمة. فالله جل وعلا في العلو، هو العلي الأعلى، هو العلي العظيم، استوى على العرش وهو جل وعلا في السماء. أأمنتم من في السماء؟ من في السماء يعني في العلو، الله في العلو سبحانه وتعالى. ولما سأل الجارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. لما قالت في السماء ما قالت الله في كل مكان، بل قالت الله في السماء. لو قالت إن الله في كل مكان لكانت كافرة والعياذ بالله. فالذي يقول إن الله في كل مكان هذا منكر لقوله تعالى استوى على العرش وقوله أأمنتم من في السماء، ومخالف لإجماع المسلمين ومخالف للفطر. الفطر حتى العوام دائما يتجهون إلى العلو، إذا سألوا الله، إذا طلبوا من الله شيء تتجه قلوبهم وأبصارهم وأيديهم إلى السماء. ما حد قال لهم هذا، لكن فطرهم هكذا. لو هو ما تعلم، لو هو في البادية ولا سمع شيء، إذا أراد أن يدعو يتجه إلى السماء. هذه فطرة، فطرة من الله سبحانه وتعالى. ما يلتفت يمين ولا شمال ولا يقول الله معي أو بجانبي، لا، يتوجه إلى السماء. وهو ما درس، لكن فطرته هكذا، فطره الله هكذا، فطر السليمة اللي لن تلوثها العقائد الباطلة. فهذا القول كفر والعياذ بالله. يعني معناها أن الله في كل مكان، يعني حتى في الحشوش ومحل قضاء الحاجة، تعالى الله عن ذلك. من يقول هذا القول؟ ما يقوله إلا كافر ملحد، نسأل الله العافية.